الآن بوابة أحد المتاجر الكبرى هنا، واحد من بين لي غرون فاس هنا بمدينة أكادير، باش نرصدو لكم الأجواء ونشوفوا يعني الناس اللي كيدخلوا لهاد المركبات هل بالفعل يعني يحترمون السلامة الصحية وأيضا كيودعوا الاحتياطات ديالهم، خصوصا أننا كنعرفوا بأن هناك فيروس كورونا يعني الحالات غادية وكتكتر، وكما كيبان لنا يعني عبر الصورة يعني الناس داخلة وخارجة، كاين أغلبية ديال الناس اللي كتجي ما وضعاش يعني الكمامات والواقيات اللي ممكن أنها تحميها من هاد الوباء وهاد الفيروس الفتاك إخواني الكرام كما كيبان لنا على الصورة. كنشوفوا ان الناس يعني تقصد هذه المتاجر اللي كتعرف توافد اعداد كبيره من الناس بدون وضع اي قوامات او اي يعني واقيات اللي ممكن انها تلقي الناس من هذا الفتاك اخواني الكرام. شفتوا اخواني فاغلبية ديال هاد الناس ما واضعينش يعني الواقيات والكمامات ديالهم، كما شفتوا اخواني فهاد المحلات يعني التجاريه الكبرى مجموعه من المدن، فما كت يعني الناس اللي كيتوفدوا عليها ما كيوضعوش الاحتياطات ديالهم كما كنشوفوا يعني في هاد النموذج اللي امامنا، وبالتالي كنوجهوا نداء الناس المسؤولين والناس يعني المسؤولين على هاد المحلات التجاريه الكبرى باش انهم يوضعوا يعني شروط معينة من أجل الولوج أيضا حفاظا على السلامة الصحية للمواطنين، خصوصا أننا كنجتازوا واحد الظرفية صعبة جدا، وبالتالي كما كيعرف الجميع ف بلادنا كتجتاز مرحلة حساسة ومنعرج خطير جدا، وبالتالي فهاد المحلات التجارية الكبرى كتعرف توافد أعداد كبيرة من الناس اللي ممكن أن يعني تصابوا بهاد الفيروس من خلال الاختلاط ديالهم، وايضا من خلال عدم وضع الاحتياطات ومن بينها الكمامات الطبيه والواقيات اللي كنشوفوا يعني ربما الاغلبيه الساحقه اللي كتولج يعني هاد الاسواق التجاريه ما كتحترمش يعني هاد الاحتياطات وهاد القواعد الصحيه كما كيبان لكم في الصوره اخواني الكرام.
كما شفتوا اخواني الكرام من خلال هذا اللايف المباشر هنا، فالناس تقريبا يعني الاغلبيه ديالهم اللي كيجيو لهاد لي غرون فاست فلا يقومون بالاحتياطات اللازمه من اجل تفادي الاصابه بهذا الفيروس الفتاك كما كتشوفوا اخواني الكرام في هذا البث المباشر هنا. وهذا نداء إخواني الكرام للاحترام ديال التدابير الصحية الوقائية وأيضا من أجل أخذ كافة الاحتياطات خاصة من طرف الناس اللي كيوجهوا هذه الأسواق التجارية. شتو اخواني الكرام فتقريبا يعني جل هاد الناس اللي كنشوفو يعني داخلين وخارجين هاد المركز التجاري الكبير هنا بمدينة الأدير، فالأغلبية الصحيحة ديالهم يعني ما وضعينش الاحتياطات وأيضا ما قايمينش اللازم اتخاذ كافة التدابير الوقائية، خصوصا أننا كنمرو من واحد المرحلة اللي هي جد حساسة كافة التدابير الاحتياطية تفاديا لنشر هذا الوباء بين هؤلاء اللي كيجيو بيضحك.